بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت سيارة اليوم لوتس إلترا. جاهزين حق الريفيو؟ تبي المفتاح ولا تبي الكرت؟ تبطل سيارتك بالكرت، بس تحط الكرت هني وتبطل. الحين نقفلها طبعا لأنها كانت مبطلة. شذي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ ونقول مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وريفيو جديد من برنامج شي الجديد. اليوم مع لوتس الغانم جايبين لنا سيارة يمكن قبل فترة، قبل رمضان جربنا لكم اللوتس اميرا وقلنا لكم هذه هي سيارة الوداع بالنسبة حق لوتس في محركات الاحتراق الداخلي. هي متجهة الى التحول او الانتقال الكهربائي بالكامل. اليوم هي اول سيارة تنتقل فيها لوتس من السيارات اللي احنا متعودين عليها والجير العادي والفن اوف درايفنج الى السيارات الكهربائية. الحلو بالموضوع ان يوم انتقلوا الى هذا الانتقال قرروا ان يركزون على كلمة واحدة هي لكجري. السيارة كشخة بشكل مخيف. خلونا ناخذ الجولة اللي متعودين عليها من الأمام، من الجوانب، من الخلف، وبعدها ندخل داخل السيارة ونوريكم كل تفاصيل اللوتس إلترا. بعد الاستحواذ اللي صار من جيلي على لوتس، صار في إمكان لوتس أنها تطور من سياراتها وتحسن من أداء السيارة. فواحدة من الشغلات الأساسية اللي قعدوا فيها مهندسين لوتس يفكرون ويحاولون يطلعون في هذا الديزاين هو الايروداينامكس او الديناميكيه الهوائيه اللي موجوده في السياره. القصات اللي قاعدين تشوفونها، الحده، القصات اللي هني، الفتحات اللي موجوده، هذه الامور، حتى اللب اللي صغير او خلينا نقول الكسره اللي صايره بالشكل في في دعاميه السياره، الفتحات المسكره والفتحات المبطله كلها لها علاقه في قص الهواء للسياره وشلون يحافظون على الايروداينامكس والرينج بالنسبة حق السيارة كونها سيارة كهربائية. واحدة من الفتحات اللي حبيتها، تعالوا يانا ابو ريماس شوف من الجهة هذه، تعال من هني، من الجهة هذه راح تشوفون ان السيارة مبطلة بالكامل. هذه ليش مسوينها؟ هذه واحدة من الشغلات اللي كثر ما يقدرون لما يدخل الهواء ويطلع من هني، خلينا نشوف الشكل الجانبي مرة واحدة، لما يطلع من هني لازم يطلع بطريقة وايد مرتبة. حتى من داخل الويل هاب في فتحات معينة، هني عندنا فتحة الهواء اللي قاعد يسوي تيربولنس هني، لما يدخل من هني راح يطلع على الباب. قاصين القصة كاملة بالشكل الجانبي، يدخل الهواء من هني، الهواء اللي يسوي تيربولنس هني حاطين له فتحة عشان يتشتت بالشكل الخارجي من هني. تعال بريماس، تقدر تدخل داخل ولا لا؟ كاني هذه الأمور كلها سوتها لوتس بالايروداينامكس مال السيارة. ايضا فوق هذا كله بخلي نظارتي هني، حاطين لكم جناح كاربون فايبر، ولكن تكفى تعال ركز على الجناح. انا هالجناح ينني اول ما شفته. لاحظوا الجزء الايسر غير عن الجزء الايمن، مفصول ولكن طالع كجزء من بدي السيارة عشان الهواء اللي جاي من فوق يعطي داون فورس معين. غير هذا يمشي الهواء من هني، هذا الهواء يضغط، الهواء اللي من تحت طالع يتشتت بطريق، يعني فيها كمية تفاصيل بس بالايروداينامكس. انا ترى خذيتكم بلفة كاملة، بس هذا بس قاعد اتكلم على ايروداينامكس. واحدة من الشغلات اللي تخليني احب لوتس اكثر هو اذا قفلت الاضاءة او اذا فتحت الباب او اذا قفلته تطلع لك اضاءة خضراء مو صفراء القتساوي. اتوقع هذه كل تفاصيل اللوتس إلترا من الخارج. بس كنت ابي اقول لكم ان السياره فيها اير سسبنشن، اتوقع هذه افضل طريقه اوريكم الاير سسبنشن شلون يشتغل. خلونا ندخل داخل اللوتس إلترا ونعطيكم كل تفاصيلها، وبعدها نجرب التست درايف مع 600 حصان. الرحمن الرحيم. الكرت موجود في مثلث صغير، مجرد ما تحط الكرت يتبطل الباب. طبعا تقدر تسوي شيء ثاني ويكون المفتاح، تكفى شوف المفتاح، تكفى شوف المفتاح، يكون المفتاح معك ولكن ايضا الكرت موجود. امساع شنو قلت لكم؟
قلت لكم قاعدين يركزون على كلمة اللي هي لكجري، كمية الفخامة في السيارة أول ما تفتح الباب، الماتيريال، الألكنتارة، الألمنيوم، الجلود، الستيتشينج، شو تكفى، شوف شكل شوف الداخلية، شوف الداخلية ما يصير. بما أن ركبنا داخل السيارة، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لكم الألكنتارة، الباب تبطله بزر الجامات الجانبية، طبعا لا سمح الله الباب تحتاج تبطله، تقدر تبطله من هني. التحكم في المرايا الجانبية أيضا عن طريق هذه الأزرار اللي موجودة. سماعات من شركة كي اف. عندنا شوفوا البساطة في التصميم، السكان قدامك، تشغل الريجن هذا، تزيد وتنقص الاستخدام اللي هو لمن اللي يسمونه الون بادل ديزاين. شنو يعني ون بادل ديزاين؟ يعني انت لمن تدوس، مجرد ما تشير ريلك عن دوسة التسارع والبنزين، السيارة تلاقيها بروحها تخفف، فكثر ما تقدر ما تستخدم البريك وايد، البريكنج يصير عن طريق الالكتريك موتور، فيعطي عمر اطول حق البريكات. بعدها عندنا تغيير الدرايفنج مودز كلها عن او خلينا نقول من هذا الجانب، تبي سبورت، تور، رينج او حتى اوف رود، يرفع وينزل السيارة، حتى القراءات اللي هني تتغير وتعطيك القراءات اللي بالنسبة حق ارتفاع وميلان السيارة. الشاشة اللي قدامنا فيها نظام القيادة اللي انت حاطه، لاحظوا هني هذا الرينج، هذا التور، هذا السبورت، عندنا البطارية ايش كثر فيها، وعندنا ايضا الرينج مالك ايش كثر تمشينا، 95% 470 كيلو، وهني عندنا سرعة الشارع والريجن مود وال ادابتيف كروز كنترول، باقي التحكمات البسيطة بالنسبة حق الصوت والمعلومات كلها عن طريق الازرار اللي على اليمين او على اليسار. نروح بعدها تدخل على موضوع الشاشة، الشاشة كل شيء تقدر تغير فيها، حتى اتجاه الهواء تغيره عن طريق اللمس والشاشة، تبي تزيد تنقص على دفع الهواء كله عن طريق الشاشات، التكييف الخلفي، المساج، السيتنجز اللي موجودة كلها في السيارة، سيت اند ستيرنج ويل، هذه التفاصيل كلها تقدر تستخدمها. هني عندنا الاير فلتر بالنسبة حق السيارة، يبين لك نقاوة الهواء اللي داخل السيارة، باقي السيتنجز اللي موجودة من سيفتي، من اضاءات، من غيره. طبعا الاضاءات ما يحتاج يغيرهم لان انا اوريدي حاطهم باللون الاخضر، بس لان شمس اليوم فمو مبينين. الدرايفنج مود غيره من هالامور، هذه كلها تقدر تغيرها وتتعبث فيها وتشوف اللي عجبك كله عن طريق الشاشة. طبعا للأمانة من الأشياء اللي يوم جربتها خرعتني، حسيت كأن أحد دعم ولا شيء، هي هذه الدقمة. طقيتها وما أدري شنو قصتها، فأول ما طقيتها كان أسمع الصوت يتبطل هذا الدرج، فتخيل وانت كذي مركز مرة واحدة تشوف هذا يتبطل. هني أيضا عندنا شاشة فيها بعض المعلومات، فخامة الكراسي وريتكم إياها، خلوني أروح الكراسي الخلفية وأوريكم اللوتس الأترا من الخلف. من الأمور الحلوة على البيلر اللي بالنص هنا والبي بيلر، عندنا سينس باينير سينس 1948، يعني من 1948 احنا نبني سيارات ما كانت كهربائية ولكن صارت كهربائية بالكامل. أيضا الجلود والألكنتارة والماتيريال اللي مختص في الاستدامة والريسايكل وهالأمور أيضا موجود، صاير كأنه خام. هني عندنا الكراسي الخلفية موجودة فيها، طبعا الستاند اللي موجود عندنا بالنص، الكاب هولدرز، وأيضا مساحة تخزينية موجودة في هذه أو في هذا الجانب. عندنا هني فتحات USB Type-C إذا الأشخاص اللي وراه يبون يشحنون تليفوناتهم. ايضا هني عندنا حق التكييف وشوية ميديا، شاشة كاملة تقدر تستخدمها وتقدر تشوف كل اللي محتاجه، تطفي الشاشة عن طريق هذه او صورة القمر اللي هني. غير هذا عندنا التكييف موجود هني وموجود ايضا في الجهة
العلوية هني بالنص، وأيضا عندنا الكف سيستم موجود دقمة ويتبطل الباب. هذه كانت أغلب تفاصيل اللوتس إلترا من الداخل. خلونا ندق سلف مع بوريماس الحين ونطلع ونجرب السيارة ونعطيكم رأينا في التست درايف في اللوتس إلترا. طبعا قبل لا نطلع بس عشان أوريكم الأخ قاعد فوق قاعد يصور، فناطرينه يخلص تصوير بعدها نطلع بالسيارة. يلا يا يبا بيجربون 600 حصان الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش من تجربة القيادة. وبما أن بوريماس بلش لكم مع هذه الشاشة أورهم إياها مرة ثانية أول عليك أمر. شوفوا السكاننج اللي قاعد يصير حوالين السيارة من كل زاوية، من زوايا السيارة الرادار يلقط 200 متر، مستوعبين 200 متر يلقط حوالين السيارة. شوف بوريماس الحين قاعد يبين لنا حتى السيارات البعيدة يبين لك، والحلو فيه إذا مرت يمك شاحنة راح يبين لك الصورة صورة شاحنة. ندخل في تجربة القيادة. أرجع وأقول الكلمة اللي قلتها أول شيء وبالنص في نص الريفيو، هي لكجري. كمية الفخامة اللي موجودة في السيارة مستحيلة، يعني ولا كأنك راكب سيارة الهستري مالها بس رياضي وسيارات خفيفة وسيارات غير عادي وغيرها من هالأمور. لوتس صراحة تفوقوا في موضوع الداخلية الزقرتية الكشخة، عطاك انطباع مختلف تماما ومبين ان الشركة رايحة في مكان جديد. الحين الإلترا اتي بصنفين او صنفين او خلينا نقول بنوعين. النوع الاول اللي هو الإلترا اس اللي معانا اليوم 600 حصان، تتسارع 4.3 سكندز من 0 لل 100. الإلترا ار هي 900 حصان، تتسارع، شوف حجم السيارة الضخم، تتسارع من 0 لل 100 بأقل من 3 ثواني أو 3 ثواني فاصلة جزئين. بريماس 1 2 3 يا حبيبي مستحيل سرعة السيارة، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. نرجع إلى 80. أوكي أنا ما كنت متوقع كذي، سرعة السيارة خيالية ما شاء الله. هذه هي اللوتس إلترا بشكل عام. أعتقد لازم نصور لكم فيديو تسارع السيارة عشان تستوعبون إيش كثر السيارة سريعة. شكرا لشركة لوتس الغانم على هذه التجربة، شكرا لكم على المتابعة، نشوفكم على خير باكر، فما الله. تودي سيارتك وانت مطمن، فلات فول داون، انت مرايح راحاتي ولا شيء، تبي ونش مسكر عندهم، تبي مبطل عندهم، تودي سيارتك وتجيبها منو الى الحلبة، وكل هالامور مريحين بالك فيها اكسبرس لوجيستكس. حتى السيرفس كنت اودي سيارتي عن طريق السيرفس، صدق ريحوني. شكرا ويعطيكم العافيه.